الآن في أحد المنازل الأثرية. طبعاً منزل الأثري معمر حجر الصوان القديم جداً، قد تعرض للقصف من أحد القذائف من النظام السري وشبيحته. فما الآن سنرى الحيوانات. طبعاً كانوا قاد دجاج في داخل هذا المنزل لأصحابه، كنا نرى حال هذه الدجاجة مع النظام الإرهابي، النظام المجرم الذي لن يرحم شيء، لن يرحم إنسان أو حيوان أو شجر. فأما هنا كما نرى هذا الدمار بهذا المنزل.